السلام عليكم، اهلا بكم معايا النهارده في فيديو جديد من وصفات الريفيوهات. النهارده ان شاء الله هنعمل مكرونه من غير سلق بطريقه سهله جدا وبسيطه. المقادير عندنا مكرونه، دول حوالي تقريبا 300 جرام مكرونه. اهم حاجه بس يا جماعه تكون مكرونه مش بتنزل نشا، يعني لما نجرب نسلقها نلاقيها مش بتنزل نشا كتير عشان ما تعجنش معانا. تمام، خضار اي خضار انتوا عايزينه، عندي هنا طماطم وعندي بصل وعندي زيتون وعندي معلقه كبيره هوت صوص او اي صوص انتوا عايزينه يدي بس طعم للمكرونه. وعندي برضو ميه سخنه عشان برضو نسوي فيها المكرونه. هنعمل ايه؟ هنجيب الميه المغليه هنحطها على المكرونه والخضار، كوبايتين ونص ميه. تمام، هنحط معلقه الزيت كله فوق بعض، الهوت صوص او اي صوص انتوا عايزينه، والبهارات، وهحطهم على النار. ونغطيهم كله على بعض. ممكن كمان تحط اي خضار تاني انتوا عايزينه، مثلا بسله وجزر مثلا. يعني مثلا هسيبها دلوقتي ربع ساعه وانا معلي النار، وبعد كده هسيبها كمان 10 دقايق وانا موطي النار، وكده تكون خلاص استوت. يا جماعه بعد ال10 دقايق اللي حصل بدات تغلي والمكرونه تقريبا بقت نص سوا. معلقه زيت مهمه جدا عشان هي اللي تخليها تبقى بصوا فكه من بعض كده. تمام، هقلبها وهوطي عليها شويه، وممكن ان احنا نغطيها. انا هغطيها دلوقتي وهسيبها كمان 10 دقايق. انا ما غطيتها لمده 10 دقايق، بصوا معايا دلوقتي بقت عامله ازاي. فيها يا دوبك بس شويه ميه من تحت صغيرين كده، هسيبها كمان 3 دقايق كده ولا حاجه يعني عشان بس تشرب الميه. بس هي دلوقتي اصلا خلاص استوت، بصوا عامله ازاي، مش معجنه خالص اهي. حتى كمان الخضار اللي كان معاها استوى. هسيبها كمان بس 2 3 دقايق كده ونقدمها على طول. هي كده دلوقتي استوت خلاص بعد ال3 دقايق، هي كده دلوقتي استوت خلاص. ممكن تسيب واحد نشرب الميه الزياده اللي فيها دي، وممكن تقدموها كده. انا هقدمها كده لان هي يعني الميه اللي فيها مش كتير خالص. بصوا حبه قد ايه، يعني هي دوبك بس مش ناشفه. خلاص نقدمها بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص مش معجنة خالص، وعملناها من غير ما نسلقها، ما خدتش وقت خالص. وده كده يا جماعة الشكل النهائي لطبق المكرونة بتاع النهاردة. عملنا مكرونة من غير ما نسلقها بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وطلعت معايا زي ما انتوا شايفين كده مش معجنة خالص. بصوا عاملة ازاي، مش معجنة خالص. اهم حاجة بس اضافة معلقة الزيت بتفرق جدا، بتخليها تبقى يعني مش ماسكة في بعض بس كده. وطبعا حطوا خضار زي ما قلت، الخضار اللي انتوا عايزينه. اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.